بعد قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مجلس أعلى للشباب، تم تنصيب أعضاء المجلس بعنوان ندوة ولاية بطنة بعد إجراء عملية الاقتراع بمشاركة 102 مترشحا عن بلديات الولاية، أين جرت العملية في ظروف تنظيمية محكمة على أن يتم اختيار 8 أعضاء منصفة بأربعة ذكور وأربعة إناث. وبعد إجراء الانتخابات التي تحدد أعضاء المجلس الأعلى للشباب ندوة باتنا، أفرزت عن الفائزين 8 مناصفة بين الرجال والنساء الذين يمثلون الولاية في هذا المجلس. نجيب رقم 29، أفرزت عملية الاقتراع على النتائج التالية حسب الاستحقاق: 4 رجال ضمن القائمة الرسمية واثنين احتياطيين، 4 نساء واثنين احتياطيتين. إليكم الأسامي. بعنوان تمثيل الرجال: ساسي حسام، يليه زروان سيف الدين. نحب نبارك لولاية باتنا هذا الفوز، لأن الفوز ليس شخصي وإنما جماعي. نحب نشكر كل إنسان وقف معي، كل إنسان ساندني، كل إنسان وثق في قدراتي وفي الأشياء اللي ممكن نقدمها لولايتي. الحمد لله اللي وفقنا ربي اليوم بتوفيق من الله عز وجل أولا، وتزكية الشباب اللي انتخبونا اليوم وداروا فينا الثقة، وإن شاء الله ما نخيبوهمش في المستقبل ونخدموا ولاية باتنا ونخدموا الجزائر بصفة عامة إن شاء الله تعالى. فمن منبري هذا أتوجه بجزيل الشكر لكل الشباب والشابات على هذه الثقة الموضوعة في شخصي، وأسأل المولى العليّ اللهي القدير أن يوفقني في تقديم يد العون لكل شبابنا وشاباتنا. نشكر الشباب اللي وضعوا فينا الثقة، إن شاء الله نكونوا عند حسن ظنهم ونشرفوا الولاية إن شاء الله في التمثيلات على مستوى القطر الوطني. ويعول شباب باتنا على تمثيل الولاية أحسن التمثيل بالعمل على تغيير واقع هذه الفئة من المجتمع.